الصديق العزيز فهد بن نافل، ألف ألف مبروك حصول الهلال على الثنائية التاريخية التي ستسجل بماء الذهب في تاريخ نادي الهلال. أحد أول قراراتكم في الإدارة الهلالية كانت جلب مدرب منتخب البرازيل للفئات السنية الكابتن كارلوس أماديو للعمل في درجة الشباب ولاستقطاب المواهب في نادي الهلال. هل هذه الفكرة امتداد لفكرة سابقة بجلب المدرب فلهو اللي طلع على إيده كثير من النجوم في نادي الهلال، كان أحد أهمهم كابتن يوسف الثنيان؟ إلا تكلمنا عن هذه الفكرة، ومتى سوف يجي الهلال في مرحلة العمل؟ أشكر أخي محمد الصدعان على سؤاله. أكيد منا براضين على مستوى الفئات السنية، وأتوقع كل الأندية السعودية، يعني في عمل لازم يتطور في هذه الفئات. إحنا في نادي الهلال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عملت، يعني تعرف أول سنة ما كان يمدينا نغير، لأنك لما تغير كثير فجأة يمكن ما يتقبلون الناس. على مدار الموسم حققنا بطولات، بس وش فائدة أتحقق بطولات في البراعم أو الفئة العمرية 15 وما تلقى لاعب يفيدك كنادي تروح تضطر تشتري؟ الآن وضع نادي الهلال صدقا، وأتوقع الأندية الكبيرة وشفتها عالميا، ما عاد عندها القدرة أنها تصبر على لاعب يأخذ فرصتها في الدكة، فأصبح دائما الأندية الكبيرة في أحيانا من رؤية وجهة نظري الفنية الصغيرة تضطر أن تدور الجاهز. لكن أيضا الهلال ومدرسته كانت دائما تخرج هالكوادر العظيمة. الآن جبنا زي ما قال أخوي محمد أحد يعني أمهر المدربين، ومع مسؤولية منصور الأحمد وفهد المفرج أيضا له يعني تدخل في موضوع الفئات السنية. إن شاء الله حنحسن. بدينا الحين أكاديميات، عملنا أكاديمية في شرق الرياض، عملنا أكاديمية في جنوب الرياض، عملنا أكاديمية في مدارس المملكة في شمال الرياض، حننتقل بالأكاديميات لمدن أخرى. بدينا أول أكاديمية للألعاب المختلفة، فكل هالأكاديميات إن شاء الله يعني تفرخ نجوم يعني مستقبليين للنادي.